الفيديو بتاع النهاردة مختلف شوية عن الطبيعي. الفيديو ده مش جاي اتكلم معاك عن اختراع او عن حاجة جديدة او سماعة او الكلام ده كله. الفيديو ده انا عامله علشان حاجتين. اول حاجة علشان اشكرك على اللي احنا وصلنا له لغاية دلوقتي على منصات السوشيال ميديا المختلفة، وتاني حاجة علشان مؤخرا الموضوع على انستجرام عندي ابتدى يزيد بسرعة جدا، فانا عايز اقولك شوية تفاصيل كده او تيبس صغيرة كده ممكن تساعدك في انك ازاي تكبر على انستجرام بسرعة، او ازاي الناس تجيلك اكتر او تتابعك اكتر او تتفرج على المحتوى بتاعك اكتر. فاحتفالا باننا عدينا 50,000 متابع على انستجرام و25,000 متابع على تيك توك و10,000 مشترك على القناة بتاعت اليوتيوب، تعال نتكلم بقى شوية في الحاجات دي وأقولك ازاي الدنيا وصلت لغاية كده، وفي آخر الفيديو فيه مفاجأة كده، فكمل معايا للآخر. يلا بينا. صباح الخير ومساء الفل على الكل، انا اندرو وديد، وزي ما شفت من عنوان الفيديو كده النهارده هتكلم معاك في ازاي انا وصلت من 1000 متابع ل 50,000 متابع في 70 يوم بس. لكن حابب اقول لك برده ان لفتت شكر صغيره كده عشان الارقام اللي وصلنا لها دي، فانا عامل جيف اواي كده، او الحقيقه هما 3 جيف اواي في واحد، عشان هنوزع هدايا الكترونيه كول جدا كده على 3 من المتابعين على الثلاث منصات بتوع يوتيوب وانستغرام وتيك توك. لكن هنتكلم في التفاصيل بتاعه الجيف اواي دي اكتر في اخر الفيديو. تعال بقى صديقي اخدك لفه كده سريعه في الرحله بتاعت انستغرام دي، مشيت معايا ازاي كده، وابتدت ازاي، وفضلت عامله ازاي، وبعد كده ضربت في الاخر ازاي. انا اول بوست نزلته على الصفحه بتاعت انستغرام دي كان يوم 7 يونيو 2020، يعني من حوالي سنتين وشهرين كده تقريبا. وفضلت بقى انزل على الصفحه دي صور كده يعني عشوائيه جدا، حاجات ليها علاقه غالبا بالفيديوهات اللي انا بنزلها، باخد الثام نيل انزل صوره منه او شكل معين من الثام نيل على الصفحه بتاعت انستغرام عشان بتعرف الناس الحاجات اللي بتكلم عنها، لكن الكلام ده ما كانش بياكل خالص مع الناس الحقيقه. ففضلت زي على انستغرام بقى 50 في 60 في 100 في 100 وبتاع كل شهر كده، لغايه ما بعد سنتين من التاريخ بتاع اول بوست يوم 7 يونيو 2022 وصلت ل 1000 متابع على انستغرام. وده كان بالنسبه لي انجاز، يعني ان احنا وصلنا ل 1000 متابع بعد سنتين من الصور كل اسبوع تقريبا. وبعد كده السحر كله ابتدى يحصل بقى يا معلم. موضوع الريلز والفيديوهات والكلام ده ابتدى ينتشر على انستغرام جدا، فانا بدات اعمل شكل تاني من الفيديوهات اللي بعملها جنب الفيديوهات الطويله اللي انت بتشوفها على يوتيوب دي، لكن فيديوهات قصيره بالطول كده، واقصى طول للفيديو ده بيكون دقيقه، فالموضوع بيكون يعني ايه كبسوله كده في السريع بتعرفك حاجه كول جدا عن اختراع جديد مثلا، وفيديو ورا التاني وصوره ورا التانيه وستوري ورا التانيه، لحد ما جه يوم 19 اغسطس 2022 بعد بالظبط 73 يوم من يوم ما وصلت ل 1000 متابع، وصلت ل 50,000 متابع على الصفحه بتاعت انستغرام. وموضوع الحقيقه بالنسبه لي كان مبهر ويخض اكتر ما انا كنت متوقع يعني ان دي حاجه هتحصل. انا يعني الحمد لله بفضل ربنا ثم ليكو للمتابعه والتفاعل والكلام ده كله، انا كان في ايام بزيد بال 1500 واحد في اليوم الواحد، ودي كانت حاجه بالنسبه لي غريبه جدا. فتعالوا اقول لك على شويه حاجات بقى كده تيبس ممكن تخليك تعمل نفس الكلام ده، او ايه اللي انا عملته ونفعني في انستغرام خلى الموضوع كده يوصل معايا لارقام كده بعشرات الالاف في وقت قليل جدا. طبعا انت لو ملاحظ انستغرام اساسا الفتره دي في لخبطه غريبه كده، وكل شويه يجربوا حاجه وعايزين يروحوا ناحيه الفيديوهات اكتر ويبقوا شبه تيك توك شويه، وبعد كده يخلوا لك شكل الابلكيشن كده فول سكرين ويلاقوا الموضوع مش قد كده فيرجعوا في كلامهم تاني، ويعني الدنيا ملخبطه شويه وناس كتير قوي متضايقه من انستغرام ما بقاش انستغرام، لكن دي برده فرصه كويسه لو انت عايز تبتدي تكبر عليه. فكلمه السر يا صديقي في انستغرام الفتره دي هي ريلز ريلز ريلز. لو متعرفش ايه هي الريلز وعندك انستغرام بيج فدي مشكله كبيره جدا لازم تقف عندها. يعني الريلز دي عباره عن الفيديوهات القصيره اللي بالطول دي، ودي حاجه انستغرام بتزقها بشكل قوي جدا وبتوصل الريل بتاعك لناس كده كده يعني ما هماش بيتابعوك علشان يشوفوا الحاجات دي وممكن يتابعوك. فانت لازم تركز على موضوع الريلز ده جدا جدا، وانت بتنزل الريلز تركز على 3 نقط اساسيين. اول حاجه تركز على الاستمراريه، او انا في الحاله بتاعتي كنت بنزل ريلز مرتين او 3 كل اسبوع وبحاول اعمل ده باستمرار، والحقيقه الريلز في عملها ما كانش بياخد الوقت والمجهود الفظيع جدا زي الفيديوهات الطويله بتاعت يوتيوب اللي انت شايفها دلوقتي دي، فالموضوع كان اسهل شويه ان انا اقدر انزل 1 و2 و3 في الاسبوع. تاني حاجه ان الريلز نفسها اللي انت بتنزلها المحتوى بتاعها يكون كده شيق ويعني ممتع ولذيذ والناس حابه انها تتفرج عليه جدا. وجوه النقطه بتاعت المحتوى دي في 3 حاجات على الاقل ركز ان حاجه واحده بس فيهم تكون موجوده في الريل بتاعك علشان يفرق مع الناس وهي بتتفرج عليه. اول حاجه ان هو يكون مفيد للناس او بيعرفهم معلومه جديده، يعني حاجه الناس ما كانتش تعرفها وانترستنج كده وحاجه كول عرفها للناس، واللي ما يعرفش المعلومه دي هيبقى حابب ان هو يتفرج عليها وهينبسط وهيعمل لايك ويبتدي يبعته للناس والكلام ده. وبمناسبه يبعته للناس دي تاني نقطه ركز عليها برده، المحتوى يكون حاجه شيرابل او يعني الناس ممكن تحب ان هي تشاركها مع حد او تعمل منشن لحد او الكلام ده كله. على سبيل المثال مثلا البتاع اللي كان بيسخن كوبايه الشاي، واحد بقى بيعمل منشن لمراته اللي بتجيب له كوبايه
الشاي ساقعه او بارده وهكذا. يعني حاول تعمل محتوى معين الناس ممكن تحب تشارك المحتوى ده مع ناس تانية من صحابها او ناس قريبه ليها. ثالث حاجه، حاول تلعب على حته الفضول اللي عند الناس. الناس دايما عندها فضول ان هي تعرف حاجه ما تعرفهاش، او لو حست ان في حاجه في علامه استفهام كده ومش عارفه ايه اللي موجود هتحب انها تعرف ايه الحاجه كده، نابع من الفضول، ودي حاجه في طبيعه البني ادمين كلها. فدول ثلاث حاجات حاول انك تركز فيهم وانت بتعمل المحتوى بتاع الريل بتاعك. واخر حاجه، مش اهم حاجه لكن حاجه مهمه وناس كتير سالتني عليها، هو الجوده بتاعه الفيديو نفسه او بتاعه الريل، سواء الكاميرا اللي بتصور بيها او الاضاءه اللي بتستخدمها عشان تنورك او الصوت اللي انت سامعه. دول ثلاث حاجات اساسيين جدا لو انت عايز تعمل حاجه بكواليتي محترمه، ركز فيهم عشان الريل يطلع كويس. وبس يا سيدي، دي الخلطه السريه اللي انا بعملها في موضوع الريلز ده علشان تبتدي تنتشر. والحقيقه يعني انا ما كنتش متوقع اللي حصل وجابت معايا، والحمد لله عدينا ال 50,000. انا وانا بصور الفيديو ده يعني احنا معديين 55,000 كمان، وان شاء الله يعني على ما انت تشوف الفيديو ده نكون عدينا الرقم ده. فدي حاجه بالنسبه لي كانت مبهره جدا، وطبعا يعني بشكرك جدا جدا ان انت يعني لو انت هناك بتتابعني هناك وبتتفاعل، ولو انت مش هناك طبعا تروح هناك عشان تتابعني وتتفاعل. وطبعا لو انت هنا ما تنساش برده تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، عيب بقى. وبمناسبه الكلام على الاستمراريه والانجازات والكلام ده، فالفيديو اللي انت شايفه دلوقتي ده على يوتيوب فيديو رقم 120 من ساعه ما ابتديت اعمل فيديوهات على القناه، فيعني دي برده بتديك فكره عن فكره الكونسيستنسي والاستمراريه. نيجي بقى للجزء الثاني من الفيديو اللي هو شيق جدا بالنسبه لي، وهو موضوع الجيف اويز. كلام حت شكر وتقدير يعني للشباب الجميل جدا جدا الموجود على المنصات كلها، سواء يوتيوب او انستغرام او تيك توك. فانا قررت اعمل يعني جيف اوي كده، هي حاجه الحقيقه بسيطه يعني لا تليق بيكوا يعني بالنسبه لي، انتوا بالنسبه لي حاجه اغلى من كده بكتير. لكن في الجيف اوي دي مش واحد اللي هيكسب، ثلاثه هيكسبوا، واحد من كل منصه، واحد من يوتيوب، واحد من انستغرام، وواحد من تيك توك. وكل واحد الحقيقه هيكسب هديتين، حاجات الكترونيه كول كده مش هديه واحده. ومناسبه الهدايا تعالوا نبص بصه سريعه كده على ايه الحاجات الموجوده في الجيف اوي دي. اول حاجه عندنا هنا باور بانك من انكر اسمه باور كور 10400. بالنسبه لي بحب منتجات انكر جدا، ده مش فيديو سبونسرد يعني ولا برعايه اي شركه ولا جيف اوي سبونسرد خالص، الحقيقه دي كلها حاجات يعني ما بيني وما بينكم يعني كمتابعين. لكن هي حاجه انكر عموما بتبقى حاجات كويسه ومحترمه، زي ما انت شايف انت من اول الباكجينج كده الموضوع يعني تحس انك مشتري كتاب يعني او حاجه يعني شيك قوي كده. فاول حاجه هو الباور بانك بتاع انكر ده. وبمناسبه الباور بانكس تعالوا نشوف برده ده باور بانك من شاومي بحجم 20,000 ملي امبير، فده يعني اكبر شويه وبيديك سرعه يعني 18 واط، ودي سرعه تعتبر كويسه جدا بالنسبه للباور بانكس هتشحن لك تليفونك بسرعه. فده برده باور بانك تاني كول من شاومي. وبمناسبه شاومي برده عندنا السماعات الريدمي بادز 3 لايت، زي ما انت شايف كده دي سماعات ايربادز وايرلس كده لطيفه برده جدا، فيها شويه امكانيات مش وحشه خالص، لو ليتنسي ما بيبقاش في فرق كبير بين الصوت والصوره، والبطاريه بتقعد مده كبيره، بتتشحن بتايب سي، مقاومه للعرق والاتربه والكلام ده برده، ممكن تستخدم ودن واحده مش لازم الاثنين، فيعني فيها شويه امكانيات لطيفه برده. بعد كده عندنا الجي بي ال تيون 110، دي عباره عن ايرفونز كده بسلك. انا بحب جي بي ال الحقيقه جدا، وبحب الكواليتي بتاعت سماعاتهم والصوت والماتيريالز وكل حاجه. دي سماعه بسلك تقدر تستخدمها مع اللابتوب بتاعك، مع تليفونك لو عايز تستخدمه بسلك عشان ما يكونش فيه اي ليتنسي او كده، فدي سماعه الكواليتي بتاعتها هتكون كويسه جدا. وبمناسبه السماعات بقى عندنا وحشين من السماعات كده، اول واحد هو السوني SRS XB 13، زي ما انت شايف كده هي العلبه بس جات لي يعني زي تكون واخده بوكس صغير كده، لكن هي مقفوله وسيلد وكل حاجه، كل حاجه مقفوله وسيلد طبعا. لكن هي سماعه بلوتوث لطيفه جدا ضد المايه كده زي ما انت شايف، وطبعا سوني الكواليتي بتاعت سماعاتهم لا يعلى عليها، انا بحب صوتهم جدا برده سواء سوني او بوز او جي بي ال، كلها حاجات يعني في التوب تير بتاعت السماعات. دي سماعه بيجي معاها زي الستراب ده لو عايز تعلقها في حاجه ولا بتاع، حاجه برده كول جدا. ووتر بروف، بطاريه 16 ساعه، يو اس بي سي، تعمل بيها تليفونات، تقدر لو عندك واحده ثانيه تخلي بير كده ليفت ورايت وبتاع، سماعه برده كول جدا. واخيرا وليس اخرا، واحنا بنتكلم على السماعات برده، عندنا هذا الوحش من انكر وهو الساوند كور سيلكت 2، دي سماعه بلوتوث برده لطيفه جدا زي ما انت شايف، يقول لك اكسبشنال بيس يعني حاجه يبقى البيس المفروض فيها قوي، عندك 20 ساعه بطاريه واي بي اكس 7 تنزلها كلها في المايه مش هيجرى لها اي حاجه، وعندك صوت ستيريو برده السماعه نفسها فيها سماعتين ليفت ورايت، فدي برده سماعه كول جدا. فزي ما انت شايف دي الهدايا كده بتاعت الجيف اوي، وواحد من كل بلاتفورم زي ما قلت لك هيكسب، واحد من يوتيوب هيكسب اثنين من الجوائز دي، واحد من تيك توك هيكسب اثنين، واحد من انستجرام هيكسب اثنين برده. فتعال اقول لك بقى ايه الشروط او ايه الحاجات اللي تعملها علشان تكسب الهدايا دي لو انت على اي بلاتفورم من الثلاثه دول. مبدئيا مع وقت نزول الفيديو ده هينزل فيديو قصير على الثلاث منصات يوتيوب وانستجرام وتيك توك، فيديو على كل منصه، والفيديو ده هو المهم جدا ان انت تروح تتفرج عليه علشان تشارك في المسابقه. اول حاجة
حاجة هتحتاج تعملها انه انت بتتفرج على الفيديو ده تكون بتتابعني على المنصة اللي انت بتشوفني عليها. لو بتشوف الفيديو القصير ده على تيك توك تكون بتتابعني على تيك توك، لو انستجرام تكون بتتابعني على انستجرام، ولو على يوتيوب تكون مشترك في القناة بتاعت يوتيوب. تاني حاجة ان انت تعمل لايك للفيديو القصير اللي انت تكون بتشوفه ده. تالت حاجة والاخيرة انه انت بتتفرج على الفيديو القصير ده تعمل منشن لاتنين صحابك في الكومنتات يكونوا مهتمين بالعالم بتاع التكنولوجيا والاختراعات والكلام ده كله. طبعا يوتيوب انت مش هتقدر تعمل منشن لاتنين صحابك، فانت اعمل كومنت وخلاص، لان اختيار الفايزين هيكون بطريقة عشوائية من الكومنت. فلو انت على انستجرام اعمل منشن لاتنين صحابك، لو على تيك توك اعمل منشن لاتنين صحابك، لو على يوتيوب سيب كومنت على الفيديو بتاع يوتيوب، وهيتم اختيار الفايز بطريقة عشوائية جدا من الكومنتات بتاعت التلات فيديوهات على يوتيوب وانستجرام وتيك توك. المسابقة ابتدت من دلوقتي، من وقت نزول الفيديو ده، يوم الخميس 25/8 الساعة 8:30 بالليل، وهتفضل مكملة معانا لغاية يوم الجمعة 9/9 الساعة 9 بالليل عشان رقم ما يتنسيش. وفي الوقت ده هيكون فيه لايف هطلع فيه على انستجرام عشان ننقي فيه الفايزين بطريقة عشوائية جدا من الكومنتات بتاعت الفيديوهات القصيرة اللي هينزل على يوتيوب وعلى تيك توك وعلى انستجرام. وهكون في الفيديو ده بقول ان ده الفيديو بتاع الجيف اواي، وهقول لك فيه الحاجات اللي تعملها بالظبط برضو علشان تشارك في المسابقه دي. اختيار الفايزين الحقيقه هيكون زي ما قلت لك بطريقه عشوائيه من الكومنتات. الطريقه بالظبط انا لسه ما رسيتش عليها، مش عارف اكون بقلب في الكومنتات كده بطريقه عشوائيه واختار حد، ولا هنستخدم سوفت وير كده من الانترنت علشان يعني نستخدمه في اختيار الكومنت العشوائي ده. وبرضو اختيار الجوائز انه اتنين هيكونوا على انه منصه لسه ما رسيتش عليه قوي، لكن هيكون في توازن يعني ما بين الثلاث منصات، لكن كل منصه هيكون عليها جائزتين هيروحوا لواحد من المتابعين. حاجة أخيرة برضو إن الفايزين لازم يكونوا متواجدين جوه مصر للأسف، يعني علشان الشحن بتاع الجوائز دي لبره مصر هيكون حاجة صعبة شوية، فالموضوع هيتطلب إن اللي هيكسب ده يكون موجود جوه مصر، أي محافظة من محافظات مصر. وبس كده، دي كانت كل حاجة حبيت إن أنا أشرح لك فيها إزاي وصلت من 1000 ل 50000 في وقت قصير على انستجرام. وبرضو نبذة سريعة عن الجيف أواي اللي ابتدت من دلوقتي ومعانا لغاية 9/9 الساعة 9 بالليل، فهشوفكوا ساعتها على انستجرام في لايف نختار فيه الفايزين مع بعضينا. ولو عندك أي سؤال في أي حاجة أو عندك أي أفكار لفيديوهات حابب تشوفها اكتبها لي في الكومنتس تحت برضو، وأنا أكيد هقرأ الكومنتس كلها وحاول اعمل اللي اقدر اعمله فيه. ومره تانية شكرا جزيلا لل 85000 واحد او اكتر شويه اللي موجودين على الثلاث منصات. الحقيقه الموضوع بالنسبه لي فارق جدا جدا، وانا ممتن جدا جدا، واشوفك في الفيديوهات الجايه. سلام.